السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في بغداد، اليوم 1 ديسمبر 2018 في مدينة بغداد، مدينة الرشيد، مدينة الحضارة، مدينة العلم، مدينة المعرفة. واليوم احنا واقفين بنتفرج على نهر دجلة اللي هو ماشي من تركيا الى العراق الى الخليج، اللي هو احد انهار الجنة الثلاثة، دجلة والفرات ونهر النيل. رسالة النهاردة للشباب العراقي والشباب غير العراقي، نقول فيها ايه؟ الذي انشأ الحضارات من ايام حضارة فارس والحضارة المصرية القديمة هي هذه الانهار التي اقيمت على ضفافها الشعوب وعاشت والاوطان واخرجت حضارة فيها علم ومعرفة وثقافة، وأخرجت أيضا صناعات وأخرجت زراعات ومحاصيل وقوة اقتصادية عظيمة. لا نتخيل كم كانت هذه القوة التي استطاعت أن تنشئ الحضارات على نهر دجلة والفرات. قد يغتر الشباب اليوم بالبترول وبالغاز. البترول والغاز لم ينشئوا حضارة فارس، ولم ينشئوا حضارة المصرية القديمة، ولم ينشئوا الدولة العثمانية التي حكمت العالم لمدة 8 قرون. الرسائل اليوم للشباب ألا نهمل هذا النهر كما نرى اليوم. كلا نهمل هذا النهر. هذا النهر أحد أنهار الجنة الثلاثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أو جعلهم الله سبحانه وتعالى منشأ لحضارات أبدعت وأنشأت علوم ومعرفة وثقافات. أما الشباب الذي يرتدي اليوم بأن يكون يعيش على فتات الاستيراد من الخارج، كتير جدا الآن يقول لك لا داعي للزراعة، لا داعي للحرف المحلية، لا داعي للأسواق الشعبية، لا داعي لا داعي لا داعي، لأن الأرخص لنا أننا نستورد من الصين، نستورد من الهند، نستورد من أي دولة منتجة أو غير منتجة أكلنا وشربنا ولبسنا، وحتى الحصائر هذه تصنعها لنا الصين، الخشب يصنعون لنا من كل مكان في العالم، وما لا داعي للعمل. فنتحول بهذا ضد سنة إلهية عظيمة أرساها الله سبحانه وتعالى لنا في أن أنشأت مثل هذه الحضارات وجعلت هذه الحضارات خالدة، وأنشأت مثل هذه النهضات وجعلت هذه النهضات خالدة، وأنشأت العلماء والعلوم والمعرفة في أرض العراق وفي غير أرض العراق. فالشباب المنخدع بالاستيراد، الاستيراد من الخارج هو استعمار اقتصادي، الاستيراد من الخارج هو استعمار اقتصادي يلتزم بالاعتماد على الأجنبي، على الخارجي، على 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 إلى آخره، ونعيش طول عمرنا مستهلكين لا سنة قرار في صنع حضارة أمتنا أو استقلالياتنا إلى آخره. فالشباب رسالتنا ليه اليوم كلمة واحدة: حولوا هذا النهر وغيره إلى ما خلق له، وكيف أسراه الله سبحانه وتعالى في هذه الأراضي لكي تصنع على جوانبه الصناعات الزراعية والصناعات الحيوانية والصناعات الألبانية وكل والصناعات الحرفية التي تستطيع أن تقيم اقتصاد دولة قوي، ولا تعتمد على الإطلاق على الاستيراد. الاستيراد استعمار، الاستيراد الخارجي هو تدمير للاقتصاد الوطني، الاستيراد الخارجي هو مع تدمير للعمالة الوطنية والصناعات الحرفية الوطنية التي ممكن أن نبني بها اقتصاد بلدنا ومستقبل بلدنا إلى الآخرة. أيها الشباب، شباب الهاشتاج وشباب الفيسبوك وشباب كل هذه الأشياء، رجاء 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 ألا تهملوا مثل هذه الأنهار التي أعطاها الله سبحانه وتعالى هبة لكم، هبة لكم حينما خلق الكون. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون يعلم في علمه لدني ما هو الدور الذي سيقوم به دجلة، ما هو الدور الذي سوف يقوم به الفرات، ما هو الدور الذي سوف يقوم به النيل وغيرهم من الأنهار السماوية التي كرمها الله سبحانه وتعالى بالذكر. فرجائي لكم في مثل هذا اليوم الكريم في الأول من ديسمبر في مدينة بغداد الآمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نرجع لدجلة وأن نرجع إلى الفرات
وأن ننشئ ما أنشأه آبائنا على ضفاف هذه الأنهار من صناعات واقتصاد ورؤى وعلوم ومعرفة ونهضة وحضارة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ندائي لكم من بغداد البلد المدينة الشامخة، المدينة التي لن تركع أبدا لأحد، والمدينة التي ما زالت تعطي من العلوم المعرفية وتعطي من الفكر وتعطي من الحضارة للعالم كله ما أعطته من قبل، ولكن على ضفاف دجلة وعلى ضفاف الفرات بإذن الله سبحانه. وألا نهمل الفرات وألا نهمل دجلة ونخدع بالبترول ونخدع بالغاز ونخدع بالاستيراد الذي نعتبره هو استعمار اقتصادي لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are in Baghdad, the capital of humanity, the capital of civilization, the capital of history, the capital of Renaissance. And today we are standing on the Tigray River. You can see this river, one of the three heavenly rivers.